ننتظر نحن وإياكم التقييم، ننتظر نحن وإياكم مشاهدينا الكرام تقييم الشباب بالكامل. يأخذون تقييم الشيف أبو علي اللي هو 85% من 100 وتقسم على 2، ويأخذون تقييم الشباب من 100% يقسمون على 2 يجمعون الحسبة كاملة. ما ندري الشباب ايش صوتوا، لأخوياهم اللي مصوت ممتاز، ممكن واحد صوت متوسط أو ممكن واحد سيء، احنا ما ندري. من الممكن ان احد صوت متوسط، ومن الممكن ان احد صوت بسيء، احنا ما ندري. هل كلهم ممتاز او في نصهم متوسط او في مفاجأة بسيء؟ والمفاجآت واردة. ونقول بسم الله 90% الى 97 وننتظر التقييم والنتيجة المهولة اللي راح يرصدونها الاعداد يرسلونها لنا. 97 كيف تشوف يا سرور وعبد الله ووليد؟ في مفاجآت. قل كلامي 97 على مسؤوليتي. في مفاجآت في التصويت. لا هذه قوية. ايه 97 انا من فوق ال 90. مفاجآت ايجابية ولا سلبية؟ انا احس ايجابية، ما ادري ليش. انا اقول فوق ال 90 ايجابي. 90 فوق ال 90 بس ما زالت في مفاجآت. محمد فوق ال 90 يعتبر ان شاء الله طيب. بالنسبة لي راضي بإذن الله جدا. الشباب كم اعطاهم بالي؟ 85% 42 92 ونص طبعا. لا ما تضمن التقييم هنا اغلب تقييم الشباب ايجابي للامانه عشان تكونوا في الصوره. اغلب وشو؟ اغلب تقييم الشباب كان ايجابي يعني لا تخافوا. 93 ما عدا احمد سعود طبعا. ها؟ ما عدا احمد سعود. احمد سعود فاجأني للامانه، فاجأني بانه ضغط زر السيء، لكن رفع يدك كذا وحول على الممتاز. الله يعطيك لا تستاهلون بس ما شبعنا، والله المفروض ارجعها. ممكن ارجعها الحين؟ اي ترى على فكره قال ما شبعت. عادي عادي ما قال ما شبعت. هو اخبر، هو اخبر واحد في الحديث والسيره النبويه، فما يحمون بلازم يتم له بطن نص الهواء ونص الاكل نص. فانت تبع السنه الله يهديك. في هواء لا تخاف، في مكان ابي حق الاكل انا. سرور وليد لا تعال هنا. لا ما يحتاج، ما تعال لا تردون القطر هنا. تعال هنا عشانك يا محمد بس. طول عمرك صاد زنت والله. بما هي 100 يا محمد 100 لازم عيال الكادر بس. اي هناك الكادر. لا بس تعال هنا. اذا ثم اذا تعال وليد. النسبة كيف؟ 93 ولا 95 ولا 97؟ وانا 96 ولا 5 ولا 7؟ اذا النسبة 96. اذا النسبة 96 كما هي ات دوت كوم 9 لا 9 89 9 لا 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 70 النسبة 93%. تستاهلون. بيض الله وجهك. تستاهلون. وإلى هنا خلوني ممكن أختم عيال؟ ممكن أختم؟ تستاهلون. تستاهلون النسبة؟ طبعا هنا التنافس. شباب شوي بس. شباب شباب شوي. طيب خليته سجود. شوي شوي. سرور سرور. كم كم؟ والله نسيته. خلاص هذه خلصت. كم كم النتيجة؟ 93%. طبعا هنا هنا يبدأ التنافس وهنا يبدأ القوة. الشباب حصلوا على نتيجة، الشباب حصلوا على نسبة 93%. طبعا احنا كنا الاسبوع اللي طاف اعلى منهم. ايه اقصد يعني اعلى نسبة والان هم حطوا. احنا متفائلين النسب ان شاء الله من الايام الجاية راح تكون فوق التسعينات ان شاء الله. 94 95 96 وهذا اللي نتمناه، التنافس الشريف والتنافس القوي بين الشباب. الى هنا نصل نحن واياكم مشاهدينا الكرام.